يحتفل العالم في الثاني من فبراير باليوم العالمي للأراضي الرطبة بهدف زيادة الوعي لأهمية هذه الأراضي في حياة الإنسان ووظائفها الحيوية على كوكب الأرض. تعمل الأراضي الرطبة على جعل المدن الحضرية صالحة للعيش بأكثر من طريقة، فهي تخفف من آثار الفيضانات وتجدد إمدادات المياه الجوفية، كما تعمل كمرشحات طبيعية من خلال تنقية المياه والسيطرة على التلوث وإزالة السموم. سيدي ديبريسيون منخفضات تجمع السيول المحيطة بها من الأماكن المحيطة بها، تتوجه مباشرة السيول للمنخفض، وبالتالي تضمن الحد الأدنى من السقي. لماذا؟ لأنه قلنا أنه لابليفيومتري المغياثية هنايا ضعيفة، حتى نزيد نتوجه جنوبا تنخفض إلى 50 مليمتر في السنة. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن الأراضي الرطبة تختفي بمعدل أسرع من 3 مرات من الغابات، كما أن أكثر من 35% من الأراضي الرطبة قد تدهورت أو اختفت كلياً منذ عام 1970. والجزائر منذ مصادقتها على اتفاقية رامسار تم القيام بعدة نشاطات من قبل المديرية العامة للغابات من أجل تسيير أفضل لهذه المواقع وتثمينها من خلال مخططات التسيير، وكذا متابعة دائمة لديناميكيتها الإيكولوجية.